أهلا بحضراتكم في هذه التغطية من تلفزيون اليوم السابع، واللي هنتكلم فيها عن تيسيرات وحوافز قانون التصالح الجديد المقدم من الحكومة، واللي هيتم مناقشته في مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقبلة. الحقيقة أن قانون التصالح الجديد بيحظى باهتمام كبير من الحكومة لحرصها على إنهاء المشكلة دي اللي ظلت عالقة لعصور طويلة، وأيضا اهتمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. من ثم فإن مشروع القانون الجديد بمثابة فرصة تانية للمواطنين اللي مأموش بالتصالح على وحداتهم المخالفة. كمان بيتضمن القانون الجديد تسهيلات وشروط مخففة. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء واللي هيتم مناقشته في مجلس الشورى خلال جلسته المقبلة، يكون معانا النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، بنرحب بيك على شاشة تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك استاذ احمد واهلا بمستمعينك الكرام. لو في البدايه يا فندم توضح للساده المشاهدين ابرز بنود مشروع قانون التصالح الجديد. طب خلينا بس استاذ احمد نتفق في الاول ان هذا مشروع قانون ده لسه هيتناقش، هو اتناقش في لجنه الاشكال داخل مجلس الشيوخ. تمام. ده مشروع كان مقدم من الحكومه وكان مقدم من العضوين المحترمين في مجلس النواب الاستاذ ايهاب منصور والاستاذ عمرو درويش وعشر اعضاء ثاني من مجلس النواب. دول مشاريع قوانين كانت مقدمة جات للجنة بناء على إحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ، أحالها أستاذ رئيس المجلس للجنة الإشكال. تمام. تم مناقشة مشروع قوانين واستقر على تقرير إن شاء الله تعالى حول هذا القانون، حصل فيه بعض التعديلات وبعد طبعا عرض وجهات النظر المختلفة وبعض المناقشات وبعض الاستفسارات والاستفهامات والتوضيح من جانب الحكومة، استقر رأي في النهاية على تقرير هيعرض ان شاء الله تعالى غدا على مجلس الشيوخ لاخذ الموافقه عليه. طيب بدايه كده قبل ما نتعرض بتفاصيل القانون ومحتوياته والتسهيلات اللي وردت بيه، عاوزين بس حابين نقول ان احنا كنا امام مصلحتين او امام موازنتين، موازنه من الدوله اللي هي بتراعي فيه الموائمه ما بين المصلحه الخاصه للمواطنين، المواطن ليه مصلحه خاصه في انه يستفيد من عقاره وانه يقنن مخالفات البناء اللي قام بيها عشان يستفيد من العقار اللي هو ايه عشان يستفيد من اللي بيملكه ويستفيد من الغرض اللي يقيم من اجله هذا العقار. في مصلحه ثانيه ومهمه برضه اللي هي المصلحه العامه للدوله تأكيد. المتمثله بقى في ان احنا نقضي على العشوائيات ونستفيد من الثروه العقاريه اللي هي تمت على ارض الواقع. كل ده بدون منظور، ده الإطار العام لينا كلنا بقى إذا كنا كمواطنين وكدولة، عشان ما ندرش بوجه مصر الحضاري وما نتعديش على التراث المعماري والأثري للعقارات في جمهورية مصر العربية. كلام كويس جدا. فبالتالي ده كان هدف أساسي لينا في المواءمة بين المصالح دي في مشروع القانون الجديد وفي التعديلات اللي تمت على مشروع القانون اللي جاي من الحكومة، واللي استقر عليه رأي اللجنة ورأي الحكومة معنا. يعني هذا المشروع برضه الحقيقة هنا لابد إن أنا أشير واشكر الحكومه على تجاوبها معنا في كثير من التعديلات اللي تمت داخل اللجنه، عشان كده يمكن تمت التعديلات كلها يمكن او اغلبها كان تمت بالتوافق ما بين اعضاء اللجنه وبين اللجنه وما بين الحكومه. هنذهب بقى للنقطه الابعد. طيب القانون ده يعني بيتصالح فيه؟ احنا برضه لابد ان احنا نقول ان احنا كنا عندنا قانون اللي هو 119 لسنه 2008. تمام. ده كان بشان التخطيط والتنظيم، وكان عندنا برضه حاجه قانون خاص بالتصالح كان تم في 2019 اللي هو قانون 17 لسنه 2019. تمام. هذا القانون للاسف الشديد، ودي برضه بعد جديد دايما، ودي يمكن برضه دايما اقررها واقولها، دي ضمن الفوائد المهمه اللي أتت على الحياة البرلمانية من وجود مجلس أو غرفة تانية اللي هي غرفة مجلس الشيوخ. تمام. إن أنت دايما بتدرس الأثر التشريعي لأي تشريع. الأثر بتاعه. ففعلا بدراسة الأثر التشريعي للقانون 17 سنة 2019 لقينا إنه ما حققش الغرض منه. تمام. إحنا يمكن كان المتقدمين في القانون 17 كان يتعدى قد يصل إلى 3 مليون مواطن مقدمين على مصالحات. نيجي في النهايه لقينا فعلا الواقع العملي ثبت ان احنا فعلا المصالحات اللي تم التوافق عليها لا يزيد عن 82,000 مصالحه. من 3 مليون من 3 مليون من 3 مليون لم يتعدى ال 82,000 مصالحه. فبالتالي لا، في خلل ما
ايا ما كان بقى اجراءات اداريه ايا ما كان تشريع، لا في خلل ما موجود لابد ان احنا نشوف ايه اللي حصل. فمن هنا وجب من هنا من هنا جاء الحكومه، ومن جانا هنا برضو ده مجلس الشيوخ دراسه الاصل التشريعي لهذا التشريع، ومن هنا جاء التعديل. تمام. طيب التعديل راعى كل النواحي اللي كانت محل نقد او محل معوق لاجراء التصرفات الراجعه في القانون 17 في التصرف. فعشان كده بقى كان حاطين عنوان او حط مشروع القانون عنوان رئيسي، ومن تحته بقى يجي اي حاجه ممكن نتطرح فيها. العنوان الرئيسي ان انا يهمني في المقام الاول ان الجهه الاداريه انها تتصالح، بس بشرط عندي الشرط الاساسي هو ان المخالفات دي اللي انا هتصالح عليها كجهه اداريه اول حاجه لا تخل بالسلامه الانشائيه للبناء. دي بند اساسي ان انا يهمني قبل اي حاجه. طبعا شرط مهم وشرط جوهري. وما ينفعش ان انا اتصالح في مبنى مثلا لا في خلل انشائي، فبالتالي ده كان شرط اساسي ان عشان ابدا في قصه اجراء تصالح لابد ان انا اتاكد من السلامه الانشائيه للبناء. ده شروط اساسيه ما ينفعش نحيد عنها قبل ما نفكر نتصالح معي. وعلى ذلك بقى جاء القانون بقى بالعديد من المخالفات، يمكن كانتش حتى في جزء منها ما كانش موجود في القانون القديم. جه بقى القانون الجديد وعدد المخالفات اللي ممكن الجهه الاداريه تتصالح بيها. يعني مثلا قال لك ان المناطق اللي ما فيهاش مخططات تفصيليه معتمده يجوز لي ان انا تم تغيير الاستخدام فيها، يجوز لي ان انا اتصالح. بس برضه اشترط القانون ان يكون الكلام ده او المخالفه دي تمت قبل العمل بايه؟ بهذا القانون. تمام. نفس الشيء قال لي ان التعديات اللي تمت على خطوط التنظيم المعتمده يجوز لي ان التصالح، بس بشرط برضه ان يكون التعديات دي تمت قبل اعتماد خط التنظيم. برضه نفس الشيء كلام واقعي جدا طبعا. نفس الشيء التعديات اللي تمت على شوارع تخطيطيه غير منفذه على الطبيعه، بس شرط برضه اساسي ان الشوارع التخطيطيه دي ما يكونش نفذ منها مثلا اقل من 50% من طول الشارع. جالي برضه قال لي ان انا يجوز لي ان انا اتصالح في التعدي على حقوق الارتفاق. كان في نقطة مهمة ويمكن احنا كانت حصلت فيها مناقشات كبيرة وتوافقت معانا الحكومة فيها، لأن احنا كنا شفنا فيها ويمكن في البداية أما طرحنا بعض التساؤلات على الحكومة وجاوبتنا عليها قصة المخالفات اللي هي بتتمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري. تمام. والمخالفات اللي بتتم على مثلا نهر النيل، والمخالفات اللي بتتم على الآثار. هذه المخالفات احنا كنا شايفين فيها ان فيها مخالفه لمواد الدستور 44 و45، لان في نص دستوري حاكم لينا في هذه المساله بيجرم هذه المخالفات وبيوجب الازاله لهذه المخالفه. تمام. فدي ما فيهاش تفصيل. فلا هو جينا بقى احنا لا قننا الوضع وصححنا ان احنا ممكن يتم التصالح في هذه المخالفات بس بشروط معينه تبعدنا عن شبهه عدم الدستوريه. تمام. فقلنا المخالفات اللي هي ذات الطراز المعماري انا ممكن اتصالح بيها بس بالشروط. ايه هي؟ ان انا المخالفات دي تكون تمت قبل ان المبنى ده يكون تم قيده في سجلات بتاع حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري. ان يكون المخالفه دي تكون بالتعليه او الاضافه الى العقار اللي هو المسجل ده، ما تكونش مخالفه الى العقار المسجل ده، لا لازم يكون كان مسجل قبل المخالفه تمت قبل التسجيل. تمام. ان المخالفه دي ما تاثرش برضو على مقاومات اللي هي ان انا اي مبنى من دول لما بيجي بيتسجل فيه سجل العقارات اللي هي الاثريه بيبقى ليه مقاومات معينه. لو المخالفه دي اثرت على هذه المقاومات لا يجوز المصالحه فيه. عديد بقى من الشروط اللي القانون قننها وقرها وحط لها الشروط عشان تبعدني عن شبهه عدم الدستوريه. عدم الدستوريه. نيجي بقى برضو للقانون الاضافات اللي تمت فيه، وان احنا برضو قلنا حته السداد. قانون ادى ميزات كبيره للمخالف بحيث ان هو المخالف ليك ان انت تسدد ربع
المخالفة ومع قيمة المخالفة اللي هيتم تقنينها وفقا للجان المشكلة. لو انت هتسدد نقدي هتعفى من 25% من قيمة هذه المبالغ. نوع من انواع الحوافز يعني. من نوع من انواع الحوافز. لو انت برضو ما عندكش القدرة انك تسدد كاملا هنخليك تسدد على مدار 3 سنوات بدون فوائد. لا انت عاوز برضو حافز اخر، عاوز تسدد على مدة اكبر وهي تصل الى 5 سنوات ماشي، هديك السنتين الاخرين بس ايه بفايدة 7%. انتوا حاولتوا تسمعوا من كل الناس وتشوفوا اغلب المشاكل اللي واقفة معوقة في طريق الناس وتبدأوا تحلوا على اساس المشاكل دي؟ بالتأكيد بالتأكيد. انا هممني في الاخر، انا هممني في الاخر زي ما قلنا وكلمت في البداية، انا قدام مصلحتين متعلقة، انا هممني من المواطن يستفيد، وخاصة ان في برضو ده كان معيار حاكم لينا واحنا بنناقش هذا القانون، ان انا خلاص اصبحت امام امر واقع، واصبحت مخالفة في صعوبة في استحالة في ازالتها. يعني انا في استحالة في ازالة هذه المخالفة، يبقى انا ليه ما قننش هذا الوضع واستفيد والصالح واستفيد واستفيد والدولة تستفيد باموال تفكير محترم فيه. فبالتالي كان معيار برضو ايه حاكم لينا في كثير من مناقشاتنا داخل تفاصيل القانون. بيحتوي على تفاصيل كبيره جدا جدا جدا، بيحتكي على حوادث كبيره جدا، بيحتوي على تسهيلات كثيره، يمكن انا بس اوردت البعض منها، لكن لا برضه احنا في تصالح عن قصه الدراسات، يمكن دي دخلت في قصه برضه في جدليه كبيره ما بيننا وما بين الحكومه وايه المعيار والكلام ده، برضه في تصالح على المدافن ومخالفات المباني في الاماكن غير مخصصه. من الواضح فعلا من هنا ان دراسه كبيره حصلت وفعلا خدتوا قرارات بناء على المشاكل اللي قابلتوها من الناس، او الناس قالت المشاكل اللي مقابلاها وانتوا اخدتوا الحلول بناء على المشاكل دي. لا زي ما قلت دي المثل اللي انا قلت لحضرتك اللي هو في البدايه، ان انا كان عندي دراسه متانيه وافيه عامل اصل التشريع للقانون 17/2019، وبناء عليه كانت ده بقى كان تحت عينينا وتحت بصرنا واحنا بنناقش مشروع القانون المقدم من الحكومه، وبالتالي في مناقشاتنا مع الحكومه قدرنا نتوصل الى كثير من الحلول من المشاكل، الى بعض التعديلات، الى التفاصيل اللي هي في الاخر بتصب في صالح المواطن وبتصب في صالح الدوله. طب من وجهه نظر حضرتك فندم، هل التيسيرات والحوافز دي في مشروع القانون الجديد هتساعد ان الملف ده يتقفل تماما وان كل المواطنين يقننوا اوضاعهم من وجهه نظرك؟ بالتاكيد بالتاكيد، دي خطوه مهمه جدا جدا وخطوه كبيره، عشان زي ما بنقول كده دايما عاوزين نحط بقى نقطه من اول الصف. يعني انا لازم انا الوقت انا خلاص مشكوره الحكومه وبالتعاون مع المجالس النيابيه، وقدرنا نعمل التعديلات اللي هي ميسره ومسهله، وزي ما بيقولوا كده مش هتدي فرصه بقى او حجه للمخالف انه ما يتصالحش، ولكن بعد هذا التصالح هيبقى غير مقبول بالمره. يمكن ده برضه اللي احنا اكدنا عليه، ان لابد ان تتصدى الدوله لكل مخالفه والقضاء على المخالفات، على اساس دي نهايه المخالفات هو نهايه التصالح في هذه المخالفات، ومن بعد هذا القانون لا، لان برضه احنا في نقطه مهمه في كل حزم بالتاكيد مع المخالفين، لان لا 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 في نقطه مهمه ولابد ان المواطن يبقى واعيها والكل واعيها، عشان بس محدش يفهم الامر بالخطا. هذا القانون بيتم فيه التصالح على مخالفات سابقه وليست على مخالفات قادمه جديده، بمعنى ان القادم غير مسموح به بالمخالفه. طبعا ان هذا القانون هو بيقنن اوضاع سابقه بقى في استحاله لتصحيح اوضاعها، فبالتالي انا بتصالح عليها كدوله، ولكن من بعد هذا القانون لا يقنن اوضاع في مخالفات قادمه. معلومه مهمه. النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على تواجدك معانا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا استاذ احمد وشكرا فضلك. دي كانت أبرز المعلومات المتعلقة بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء واللي هيتم مناقشته في مجلس الشورى خلال جلسته المقبلة. مستمرين في تغطيتنا الإخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.